ولم يزل يحملق إلي حتى خفت أن يسطو علي. فلما أنخبت ناره وتوارى أواره قال لي: ادنو فكل، وإن شئت فقم وقل. فالتفت إلى تلميذي وقلت: عزمت عليك بمن تستدفع به الأذى، لتخبرني من ذا؟ فقال: هذا أبو زيد السروجي، سراج الغرباء وتاج الأدباء. فانصرفت من حيث أتيت، وقضيت العجب مما رأيت. فسمعته يقول حين خب في مجاله وهدرت شقاشق ارتجاله: أيها السادر في غلوائه، السادل ثوب خيلائه، الجامح في جهالاته، الجانح إلى خزعبلاته، إلى ما تستمر على غيك وتستمرئ مرعى بغيك، وحتى ما تتناهى في زهوك ولا تنتهي عن لهوك، تبارز بمعصيتك مالك ناصيتك، وتجترئ بقبح سيرتك على عالم سريرتك، وتتوارى عن قريبك وأنت بمرأى رقيبك، وتستخفي من مملوكك وما تخفى خافية على مليكك. أتظن أن ستنفعك حالك إذا آنرت حالك، أو ينقذك مالك حين توبقك أعمالك، أو يغني عنك ندمك إذا زلت قدمك، أو يعطف عليك معشرك يوم يضمك محشرك؟ هل انتهجت محجة اهتدائك، وعجلت معالجة دائك، وفللت شبات اعتدائك، وقدعت نفسك فهي أكبر أعدائك؟ أما الحمام ميعادك فما إعدادك، وبالمشيب إنذار فما أعذارك، وفي اللحد مقيلك فما قيلك، وإلى الله مصيرك فمن نصيرك؟ طالما أيقظك الدهر فتناعست، وجذبك الوعظ فتقاعست، وتجلت لك العبر فتعاميت، وحصحص لك الحق فتماريت، وأذكرك الموت فتناسيت، وأمكنك أن تواسي فما آسيت. تؤثر فلسا توعيه على ذكر تعيه، وتختار قصرا تعليه على بر توليه، وترغب عن هاد تستهديه إلى زاد تستهديه، وتغلب حب ثوب تشتهيه على ثواب تشتريه. يواقيت الصلاة أعلق بقلبك من مواقيت الصلاة، ومغالاة الصدقات آثر عندك من موالاة الصدقات، وصحاف الألوان أشهى إليك من صحائف الأديان، ودعابة الأقران آنس لك من تلاوة القرآن. تأمر بالعرف وتنتهك حماه، وتحمي عن النكر ولا تتحاماه، وتزحزح عن الظلم ثم تغشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم أنشد: تبا لطالب دنيا ثنى إليها انصبابه، ما يستفيق غراما بها وفرط صبابه، ولو درى لكفاه مما يروم صبابه.